راديو بلس بلس كن راديو. أهلا بكم مستمعينا في برنامج بصراحة. نواصل دائما حديثنا بخصوص القضية التي أصبحت قضية رأي عام، وتحدثنا فيها على المشكل اللي كتقول فيه طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 سنة بأن لاعبا في البطولة الوطنية، لاعب الموسم الماضي لفريق الحسنية ويلعب هذا الموسم لفريق الرجاء البيضاوي، تتهمه بشكل مباشر باغتصابها بعد إعطائها مادة منومة في العصير، وتحدثت عن تفاصيل كثيرة وتفاصيل يعني دقيقة بخصوص هذه القضية. معنا المعني بالأمر اللي هو اللاعب الطوس اللي هو معنا الآن على المباشر، وغادي نصدفوه باش يوضح لنا حقيقة هذا الأمر، وكان صدفوه لأننا نؤمن في برنامج بصراحة بالرأي والرأي الآخر، مع التذكير بأننا اتصلنا به في أوقات متفرقة يعني قبل بداية البرنامج وأثناء البرنامج، إلا أن المحاولة ديالنا باءت بالفشل لأن ربما ما سمعش التليفون أو الله أعلم. المهم الآن هو معنا على الخط. سي الطوس السلام عليكم. السلام خويا. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. أنت تواجه اتهام من طرف واحد السيدة كنت على علاقة معها مدة ديال سنة، هاد السيدة تتهمك بأنك قمت باغتصابها داخل شقة هنا بحي إسلان بمدينة أكادير، بعد ما وجهت لها الدعوة جات هي وصاحبتها باش تحضر حفلة، فإذا بها تتفاجأ بأنها هي ما كاينش حفلة، كاينة جلسة يعني قصارة، لقات شراب لقات شيشة، أعطتها عصير فقدت الوعي ديالها، فقط القطرة عريانة وفقد العذرية ديالها. تفاصيل أكثر غادي نجيو على ذكرها بعد ما نعطيوك الكلمة بخصوص هذا الاتهام. بعد بشكل عام كيفاش كتشوف أن هذه السيدة كتتهمك أنت بشكل مباشر بأن وقع لك المشكل معها؟ هذا كان بغن نشعر الاتصالات اللي ما كنجوش عليها، يعني لأن كما كتعرفوا يعني استمعوا واحد تربوس إعدادي، يعني الكل كيعرف أن كيكون واحد يعني سيدة مكتفة، من بعد سيدة مكتفة يعني كتطلب واحد الراحة باش تخول لك أو شان تخول واحد حصة تدريبية. كنضرب أنا دول عاشق اللي مخلانيش أنني نجاوب، ماشي غير لأنني ما بداك نشاهد، كنضرب أن الجهة نظر ما كنجاوبوش تاد دار ما كندوش معهم بزاف بحكم أن كما قلت لك يعني نحن في واحد معسكر اللي صراحة يعني من بعد الطريق مو كنت أكل كتناس ما كنش عندك الوصف فين تريح بغير فهذا نفس الموضوع ديالنا. بالنسبة لخوص ديال السيدة هذه اللي كنت تعلم أنني شكيت البكرة ديالها، كنظن أنني ما لا أساس لها بالصحة بحكم أن يعني الكلام ديالها يعني توصلت به من واحد من ديالي سيرتو لي الآن في الواتساب اليوم، كنسبب أنا كلام ديالها كاذب 100%. اول حاجه الكذب ديالها اني ما عرفتش انا هي الدريه عندها مشكل وكتكذب في الاسم ديالها. الاسم كنظن اللي عايش في النوا شحال من عام دابا، كنظن انا دابا عدى 22 عام ماشي 20 عام، كتكذب على الاسم ديالها ما بغاتش تكذب على شخص اخر. لمساله الاسم، مساله الاسم هو اسم تم الاتفاق عليه كاسم مستعار بتنسيق مع البرنامج ما كنظنش ان اخويا ملي كتهمتوني انا راه قلتو فلان. لا ما قلناش، لا ما ذكرناش الاسم. شوف لا لا اسمعني اخويا، راه قلتو راه قلتو لاعب حسن اكادير منتقل رجاء البيضاوي، راه كاين لاعب واحد منتقل من الحسنية رجاء البيضاوي العام هذا، ولكن الاسم لم يذكر. ولكن لا اسمح لي الله يرضي عليك، لا بغا اسمعني معايا لوجيك، انا معاك ماشي غير انا لوجيك لانه انا ماشي طرف، انا ما معك انت ما مع هي، انا غير بالنسبه للاسم، بالنسبه للاسم هذا مسألة معروفة ومتداولة في الوسط الإعلامي على أنه هناك أسماء مستعارة، كي 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 يمكن المتصل أنه يختار اسم مستعار. يعني علاش ما قلتوش أخويا كان كيلعب في تاد لا ولا في أي فرقة ولا كيلعب في قطار ولا في، علاش قلتش من الحسنية أكاد راه كيلعب واحد اللي انتقل من الحسنية للراجا؟ لا هذا اسم، هذا اسم أنا باش عرفت أخويا، باش عرفت دابا كتقولوا أحلام عندها 20 عام وهي سميتها مريم. لا بغا هنا كاين فرق، هنا كاين فرق، انت كتحدث على معلومه يعني معلومه هذا اللاعب هذا انتقل من هذا الفريق لهذا الفريق، حنا معاه هي كنهضروا على اسم شخصي راه اوتوماتيكوم اخويا المغرب كامل العالم كامل اللي قلت لي لاعب هذا العام هذا انتقل من الحسن. طيب اوكي معليش الاسم غنتجاوزوه، عطينا المعطيات دابا حاليا
لا لا انا غادي نعطيك من المعطيات ما عنديش مشكل ندير معك حتى الصباح باش ما تقولش انا كنتهرب ولا شي حاجه راه كلشي كيسمع ما يمكنش انا نسمع الكذوب الا كانت كما كتقول لي راه كتفر لي كسركه وكدعي عليا ما عرفتش انا شو علاه كتفر لي كسركه وكتقول الصوت يقطع بيننا وبينك الا ممكن شي بلاصه اللي فيها الريزو باش يمكن اخويا الصوت ديالك لانك توصل رساله للراي العام نبغيو الرساله توصل واضحه المهم اخويا اول حاجه اول نقطه عندي على هي الاسم ديال امريكا تكون مكتوب يعني تقول ما تقولش لي احلام ولا كوثر ولا شي اسم اخر وعندك 22 عام عندك 20 عام فهمتي الحوايج اللي كان اساس عليهم بخصوص انك قلت لكم انا غادي نجاوب على الاسئله اللي كتقول لي كتقول بان السيد هذا وقيلا تعرف عليا عن طريق شي مقابله ياك كانت ما بين الحسني والوداد هادشي اللي قلت انا خويا ما تعرفش على هذه المقابله هذه كاع نهائيا ولا تعرفش المقابله قبل وقت ما لعبتش انا كاع انا تعرفش على الشارع السياره ديالي غادي في السياره ياك نزلت من السيارة ديالي مشيت القهوة قديت غرات سميت راجع بقات كتشوف فيا كضحك فتحت شوية طلعت عندي الطوموبيل باش تقول لك اخويا راه تيران ولا شي طرف دخال ولا رجاوي ولا هي رجاوي وانا رجاوي وخا كلعبنا قسما بالله الا هضرة خاوية هاديك ثاني حاجة كتقول لك انا خدرتها طيب عاودنا سيدي واش فعلا كنتي مع العلاقه مده عام لا ما كاينش علاقه مده عام كنقول لك اخويا انايا هي اصلا فهمتي هي زرا اللعابه ماشي زرا محمد طوس زرا اللعابه تقدر تلعب في اي ديفيزيون فهمتيني تعرف كلاعب وعرفت اللعاب قبل مني وعرفت اللعابه بعد مني فهمتيني طيب احنا بغينا نعرفوا غير العلاقه بينها وبينك ماشي شي علاقه اللي زعما كنت تشوفو يوميا ولا قبل نقول لك غير هضره على فيسبوك فهمتيني تليفون ما كنت تشوفوش بزاف كاع قليل طيب كنتي موعده بالزواج نعم كان واعد بيناتكم على الزواج كنتي موعده بالزواج بعد الزواج تقاسم بالله عمري ما قتلتها ادي الله يهديك تا عمري ما قتلت الزواج ولا شي حاجه قاسم بالله عمري ما قتلت هذا الموضوع هذا وإذا بقى شحال كتقول كم واحد الزواج حتى واحد شفت انا نتلاقى كان واحد الزواج انت لوج انت عاد عقلك اخويا تلاقى مع وحده تقول لها علاش انا بغيك بالزواج طيب من بعد ما طلعت لك الطوموبيل حلت الباب وطلعت غير حلت الباب وطلعت بوحده يعني ما قلتيش لها ما حبستيش ما هضرتيش معاها هي قالت هذه القضيه الطوموبيل ولكن قالت بانه قالت بانه نهار المقابله ما تعرفتش عليه حد سلمت عليه وصافي دازت المده واخويا راه ما كاين لا مقابله اسمعني نعم. ما كاين لا مقابله لا اونطريمون لا والو كنقول لك انا في الليل حتى هذيك السبعه بحال جاي انا من الريستورون كنت تما كناكل الحوت حتى غادي الدار نهزت بناخذ غير قهوه شي حاجه ندي معايا شي شويه بان فيا رجعت الطبق كتشوف فيا كنشوف فيها والي ضحكت لها زدت شحال شويه طلعت ما تقول لك اخويا مات ولا تعرفش على شي بلاصه معينه الهضره ما كايناش ما عليناش قالت لك اخويا انا خدرتها طيب واش وجهتي لها الدعوه تجي عندك للدار؟ واش لا دعوه لا والو اخويا السيده فين 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 هادشي كله يعني قالتو كانت كتحلم ممكن لا ما يمكنش عاوتاني كتهضر على التفاصيل وتلاقات معاك وكتهضر اخويا انت بحال كنتي معاه دابا لا انا كنعطيك غير شنو قالت ماشي شنو قلت انا انا كنعطيك غير معطيات باش يمكن توضح لي اكثر المعطيات انا غنعطيك معطيات اخويا تفضل ما كنتيش معايا ولا معاها ايوا كتقول انا خدرتها ولا شي حاجه انا غادي نمشي على الهضره ديالها هي قالت لي خدرتها مع العشره ياك قالت لي 11 طاقت لا بدا غير لا غير بلاتي غير ناخذ دابا الواقعه واش تم توجيه الدعوه ليها هي وصاحبتها لواحد الدار في اسلان ولا لا الا ما كانتش هاد الدعوه اصلا كاينه ما كاينلاش ناقشوا التخدير شوف هاد السيده هادي كتقول بانها تلقات دعوه منك قلتي لها ودي راه كاين دراري عندنا واحد الحفله اجي مرحبا بك قلت لك غنجي معايا صاحبتي جات هي وصاحبتها وعطتنا التفاصيل ديال الدار كيفاش دخلات كيفاش خرجات فين كنتي جالس فين كنتو جالسين شنو كان محطوط في الطبله شحال العدد ديال الناس اللي كانوا هالتفاصيل كلها قالتها يعني الا ما كانتش شوف الا ما كانتش الا ما كانتش هاد القضيه ديال انك وجهتي لها الدعوه وجات ما يمكنش نناقشوا التخدير
لا راه خصنا ناقشوا اخويا، راه فات التخدير فات التخدير. اش كتقول هادو ولا ما عارف؟ ما عارفش واستيدا ما جاتش غناقشوا. انت كتقول بانها ما جاتش. راه قالت اخويا. لا دابا الواقعه ديال المجيء ديالك، وكانت الواقعه كاينه نقولوا جات، نقولوا فعلا راه جات. هي قالت انا غادي نقول، خليتها تهضر على خاطرها، خلينا نهضر انا على خاطري. يلا تفضل. هي قالت لك سيدي خدرني هذا. انا خدرت، قالت لك انا خلاص ما عرفتش خدرتها مباشره كما قالت ياك. ايوا واخا انسان خدر ما عرفتها، ما نحتاجش لاك خلاص عريان. ما سمعتكش قلت لك انسان خدر ما عرفتها. لا الا ممكن الله يكثر خير خلي التليفون في بلاصه واحده اخويا. هاكا مزيان اخويا، هاكا مخير. قالت لك اخويا خدرت مع العشرة ما تخنعش لي. قالت ياك ديالك شي حفلة جات مع العشرة 11 شاقت ياك. شوية دخلت الزميل ديالي كتقول بأنه أنا وياها كنا في الدار عاد هو دخل عندنا. دابا إيماجين معايا كو إنسان مخدر وبقى واحد المدة، عاد الصديق داك دخل وبقى شاقل عليه وإنسان مخدر وده ساعة ما كان فاق. شي حاجة كتقال اخويا راه تناقض بوحدو. ما كتقدرش لا على الشيء هذا. وثاني حاجة اخويا فأننا السيرة دي ما شفتهاش أكثر من 5 صور. أنا السؤال دابا اللي كنطرح كيفاش حتى دابا عاد بغات تهمني بهاد القضية وعلاش؟ كيفاش وعلاش؟ كو كانت بصح هذه 5 صور كنت شفتك في أكادير، اللي كنت حداك ديك الساعة جا عندي يقول لي لك اشي دير اشي ليا لا كاشر لا ضرب الصح. ماشي كدوز هاد المدة هادي بليسكو 5 مو وتقول لي راه درت شي ليا. طيب يعني انت كتقول بان السيده هادي يعني مجرد اتهامات، السيده غير كتهمك مجرد اتهامات. وحاجه اخرى نقول لك اخويا، مش اي واحد كيفكير عنده الحق. مش اي واحد كيفكير عنده الحق، ومشي اي دريه عنده الحق في حق دري. ولكن علاش 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 اتهمتك انت بالضبط؟ علاش؟ والله اعلم اخويا، سولها هي علاش انا بتلاقي انا في البلان. طيب تبغي نعطيك معطيات لان هي ما كاينه جات في الحلقه، لانك ربما تابعتي غير الاكستري ديال الحلقه وغير عاودوا لك، نعطيك بعض المعطيات ممكن تجاوبني عليهم. مرحبا. طيب هاد السيده هذه كتقول بانه كنتوا على علاقه مده سنه، وانه تلقيتوا، كنتوا كتمشيو للبحر، كنتوا كتخرجوا، كنتوا كتجلسوا في القهاوي. كل مره انت كنتي كتعرض على انها تمشي معك للدار وهي كترفض، كتقول لك الا بغيتيني اجي لدارنا. وهاد السيده هذه كتقول بانه شي مره حصلكم شي بوليسي في البحر ولا الله اعلم، وقال لك راه كيتلاقاو بكم بزاف تما كاينات. ومن النهار اللي وقعت الواقعه عرضتي عليها مع العشرة ديال الليل، جات هي وصاحبتها وجلست هي وصاحبتها وشربت شي ماده. كتقول هي اللي كتقول انها ماده مخدره، غيبات بدات كتحس بالدوخه، دخلات معك البيت ما بقاش عاقل على راسها. الناس اللي كانوا معك ذكراتهم ومستعده ان تذكرهم بالاسماء، والبنات اللي كانوا معاك حتى هما عارفاهم، والبنت اللي كانت معاها حتى هي كاينه ومستعده انها تشهد وتحكي الوقائع. البنت اللي كانت معاها واللي هي من الاقاليم الجنوبيه مستعده انها تعاود، حتى هي قالت لك اسيدي نجيبها شاهده فهاد الشيء اللي وقع. وقالت لك شنو كان الشراب، وكانت الشيشه، وكانوا الدراري جالسين، وكانوا 3 البنات، وكانت هي وصاحبتها ودخلت معاك البيت وعطات التفاصيل ديال الدار، فيها البالكون، فيها البيت، التلفازه فين كاينه، الطواليت فين كاينه، شنو كاين في الطواليت، هالتفاصيل كلها اللي جابت هذه السيده هذه. واش جابتها يعني في نظرك انها جابتها من عقلها؟ تعرف ان الديور اللي كدوي لك اليوم، حنا راه ماشي ولاد اكادير. حنا راه كارينهم، راه ممكن انهم يكونوا كارينهم قبل منا. راه ماشي الديور شارينهم، حنا ساكنين فيهم واحد المده. نعم. وكما شرت لك اخويا شي دار التخدير، راه حنا في 2016. ما بقاش كنسمع شي ديال واحد شد وحده خدرها ولا طيب باش وصلنا شي هدف. طيب الشهاده الطبيه ولا كان هادشي بصح، ولا كان هادشي بصح التخدير وادي، ما يمكنش انسان في واحد وقت وجيت غادي فيها تخدر مع عصاي في اختيار 11 شويه. كتقول دري صاحبك حتى هو كان جا لقانا، كيفاش انت مخدره وسميتو؟ طيب وبليس كوسا. اي تفضل. انسان ملي كندير بان شي وقع مثلا نطي عادي، واش عارف شناهي الانسان دخل على البكره ديالو، راه ماشي كتبدل ليه. ما عرفتش انايا كيفاش ناضت هي ومشات نورمال. هي ما ناضتش نورمال، هي كتقول بانه ناضت ومشات غسلات، لقات راسها لقات راسها فيها الدم، قالت لك شنو هاد الشيء، قلتي لي انت راكي مراتي.
ما غاديش نفوتك. هزيتيها بالطوموبيل، هزيتيها ما كايناش فيها بلاتي، هزيتيها بالطوموبيل، ديتيها كتقلبوا على فرماسيان في ذاك الليل، لقيتوا الفرماسيان في السلام. خديت الكينا يا شوف اخويا، على حسب ما سمعت انا، قالت لك اخويا العشرة تخدرت، ال11 فقت، 12 شفنا فرماسيان ما فهمتش. اقول لك تكمل لك شي كذبه اخرى، تقدر تقول لك الوحده مشينا للتعشينا، الجوج مشينا لدارنا، الثلاثه كتقول تكمل. انا فهمت انا هادشي اللي تنقول لك، يعني هادشي اللي تنقول لك اخويا راه هو اللي جا في هضرتها السي الطوس. كتقول بانه مشيتو للفرماسيان، كتقول اخويا مشيتو للفرماسيان، خديتو الكينه ديال الملح الحامل، قلت لها تاخذها قدامك، قالت لك لا واش ما كتيقش فيا، قلت لها لا خذيها دابا. هادشي هذا كلامها. وربما لا سمعتي الحلقه، الا سمعتي الحلقه غتوقف على مجموعه ديال الحقائق، وانا فقط يعني بغيت نوضح لك هذه الامور هذه باش يمكن تعطينا راي وجهه نظر، علما بان السيده دي ما كتطلب منك والو، ما بغاش تزوج بيك في البرنامج. قلنا لها شنو كتطلبي من هذا السيد دابا هادشي وقع، كتقولي كتاكدي بانه وقع، شنو كتطلبي منه؟ قالت لك ما بغيت منه والو. مي واشنو بغيتي؟ باغا مني؟ قالت لك بغيتو غير يعترف بانه هو اللي دار لي هذا المشكل هذا، وهي كانت تابعك هذه المده هذه لانها كانت باغا منك شي حاجه انت عارفها. شنو هي الحاجه؟ نخليها هي تقولها لك. دابا خويا انت دابا واحد الحاجه ما درتيهاش، اعترف بها؟ لا ما نعترفش بها. لا كما هي لوجيك، ما تقولش لي يا خويا. انا شوف خويا كما دويتي معايا البارح في البرنامج، دوي معايا انايا، ماشي حيت الدري كتبكي. لا لا بطريقه ثالثه انا حيت لعاب ولا لا لا بالعكس لا لا ما كاينش شي لوجيك. دار برنامج اخويا موحد. لا 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 بالعكس، نعطيك نفس التوقيت. موحد اخويا شوف انا بالعكس نعطيك الوقت. لا شوف انا نعطيك الوقت الكافي خويا. الله الله يسمعني، اسمعني اسمعني انت، نعطيك الوقت الكافي اللي عطيتها هي، وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. انا فقط في غيابها هي كنعطيك بعض الامور. غير اخويا كدوي بحال نتايا كنتي معانا. لا انا كنعطي المعطيات اللي قالت، انا ما كنتش معكم. المعطيات انا كنت معكم غنشهد، كنت معكم انا واخا كنت سبقتها انا. كنت سبقتها في هذه المعطيات، تيقني. لا انا ما تيقتها هي، ما تيقتش. لا جاوبني. لا غاسمعني، اسمعني. نعم. انا فقط انا كنقدم الراي العام، الراي والراي الاخر، ماشي طرف. هاد السيده ما اختي، ما امي، ما خالتي، ما خدامه معايا، ما كتجيني متى حاجه. ودابا جبتيني، حيت انا معاك، انا نعطيك نفس الوقت السي الطوس، وانت على راسي وعيني، على راسي على راسي خويا. ماشي كيسيون دوطون، انا كندوي غير لا فاصون، حيت انا ملي كنجاوبك دابا كدوي بحال انت كنتي معاها، فهمتيني؟ كتقولي لا هي رقات لينا، كنقول زعما هي صريحه. اش كنقول لك انا؟ هي قالت لينا. لا هي انا ما قالت لينا، بمعنى انه انا كنوصل لك داك الشيء اللي قالت لينا باش يمكن انت تجاوبنا. داكشي سمعتو اخويا؟ ما سمعتيش. حطينا غير 15 دقيقة، ما حطيناش ساعة ونص ديال الكلام بيننا وبينها، حطينا غير 15 دقيقة، حطينا ساعة ونصف. ومسألة أخرى، أنا بغيت نوجه لك دعوة، واش أنت عندك القدرة؟ لأنه البارح هي عبرت على الرغبة ديالها أنها باغت تهضر معك قدام الرأي العام، واش أنت قادر تهضر معها وتواجهها قدام الرأي العام؟ وتصبر مجبور ندو معنا في أي إذاعة ندو معها. يعني أنت مستعد؟ ونقول حاجة أخرى؟ انا بغيت نفهم حاجه، بغيت نفهمك. ايوه كيفاش هاد المده هادي كامله ديال اكثر من 5 شهور ما دواش لدابا؟ علاش؟ هذا تساؤل مشروع. نعم تساؤل مشروع، هذا تساؤل. ما سالتوهاش، ما سالتش السؤال. من حقك يعني طلب جواب ديال السؤال، من حقك. انتوما اش مسولتوش؟ انتوما كتسمعوا؟ لا حنا كنسولوا في داكشي اللي خصنا نركزوا فيه. السؤال فلت لينا. فوالا السؤال مهم، حيت الحمد لله فهمت. انتوما الناس ديكسبيرونس، يعني خصكم تعرفوا هادشي هذا. يعني ملي تزكات في الحلقه اوموان تقول لها كيفاش تبقاي ساكته؟ هي سولناها ملي كانت جالسه معايا في الاعداد ديال البرنامج، قلت لها علاش هاد المده كامله وانت ساكته؟ قالت لك هاد المده كامله وانا كنحاول والدراري صحابو كيحاولوا نلقاو حل بيننا وبينه، وعيطت لفلان وفلان وفلان وفلان، وعطاتنا التسجيل اللي دار بينها وبين لعاب صاحبك، وكيعاود ليها فيه انه هو غشوفي معاه وغبلتي احسن وغير نعلو الشيطان، وبلا ما تقوليها، بلا ما تهضروا على الفرقه، خلي الفرقه بعيده. هذيك الهضره اللي كيهضر فيها الزميل ديالي راه فهمتش مبنيه على مكالمه قبل منها. نعطيك مثال، بحال دابا انا غادي نعيطك دابا، ايوا نقول لك راه واحد فلان واحد اكس راه دار واحد المشكل هنايا، طنا وقع ياك. ايوا ادوز لحد اندوميور، نقول لك او دابا تخونا اش غنديروا معاه؟ انت ما كنت غير سامع. يعني الهضره قبل، فهمتي الفكره؟ يعني الهضره تقالت قبل، انا عطيتك غير فكره، فهمتي؟ كلشي ممكن. باش صافي.
طيب انت تنفي بشكل قاطع ان السيد يكون وقع لك معاه شي مشكل نهائيا؟ ما وقع معي حتى شي حاجه اخويا، ولا كان شي حاجه اخويا راه الحمد لله، يعني البلاد راه ماشي ديال الظلم، راه البلاد يعني راه دولة القانون عندنا كيحمينا كاملين وكيعاقبنا كاملين. صحيح. اذا كنت اخويا انايا انا مولفعله، انا مستعد ندخل الحبس. انا راه ماشي كنلعب كره راه غادي يقولوا لا حشومه هذا كيلعب كره ما نديرو ليه والو، هذا نجار اجي نزلو عليه. لا الحمد لله البلاد قال قانون، راه عندنا الملك محمد السادس الحمد لله، فهمتيني انا ما كيفرش ما بين زيد وعمر، اللي دار الدم كيسال عقوبه. انا خويا قلت شي حاجه غندخل الحبس، نقول لك من هنايا انا كانت حاجه ندخل الحبس ما عنديش مشكل. طيب حيت علاش انا قبل ما نكون لاعب انا راه بشر. صحيح. هو هذا وهي تاهي بشر، هو القانون يسري على الجميع. نعم الله يرحمك الوالدين. حيت لا حيت الانسان دابا هنايا كتكون حشيه العاطفه، ملي الراي العام كيبدا يسمع بان لعاب اكس تعدى على واحد الفتاه معينه اوتوماتيكمون كيبدا يقولوا اللعابه فهمتي دسرو دافلين فهمتي كيديروا. نعم. كاين واحد الفئه اللي كيحاولوا يستغلوا هذه النقطه هذه، علاش؟ باش يكون واحد العاطفه كيشبهوهم. هذيك العاطفه هي اللي كتغمض على بزاف ديال الصراحه اللي نقدروا احنا ما نشوفوش في ديك اللحظه. نعم. طيب يعني عندي بعض المعطيات الا بغيتي نقولهم لك دابا وتجاوبني عليهم، اولا نخليك تتلاقى معها في البرنامج، شنو تختار؟ مرحبا اخويا سير طيب. اللي بغيتي انت، انا ما انا اللي اخترتي. ما عنديش مشكل اخويا، شوف انا قلت لك ما درت حتى شي حاجه. و ما نيفو طايحه صاحب، ما تخدير و تلاقيت مع فتيران ترى 2015 هذا اخويا الله يهديك، واش غنروح احنا الناس فاش كتفكر احنا فين كنقلبوا. نعم يعني كتنفي بان الزواج تاش من الزواج الله يهديك الزواج. طيب وكتقسم بالله كتقول لك انا عارف نصلي والو تاش من صالح عندك، كتقسمي بالله على الكذوب فاشي اخويا اقسم بالله الا عاد عشي من سمعت هادشي اللي صيفط لي في الواتساب كنسمعها كتقول اقسم بالله فاش كنقول لا لا قوه الا بالله، كنقول انت واش سيري بشار كتحلف كتقسم بالله على الكذوب وشحال ديال البشر كيسمع. طيب الحماق اخويا. طيب بالنسبه للشاهده في القضيه اللي كانت معها كتقول بانها عارفه وحضرت لكل شيء، شاهده اخويا الشهود دابا درينا 1400، لا ولكن هاد السيد هادي ما عندها لا 1400 لا 2600. احتمال ان عندي 1400. اي بمعنى انها يعني غتقدم شهادتها واش مستعد هي تسمعها؟ خويا انا دابا كتهموني. لا ماشي احنا اللي كنتهموك، لا هي كتهمني. هكاك الله يرضي عليك. ايوا جيب لي بغات. يعني انت مستعد سي توصل للمواجهه بينك وبينك؟ جيب لي بغات والدور ديالي ان شاء الله ما نبقى ساكت. زين غنشوفوا شنو غادي نديروا، واللي في الاخير يجيب الله. كان كتبنا الحبس ندخلوا الحبس ما كاينش مشكل، كان فيها الحق غنشوفوا شنو غنديروا اخويا. طيب عندك شي رساله اخرى تبغي توجهها للساده المستمعين والمستمعات اللي متبعين برنامج بصراحه وتبعوا المشكل ديال السيده البارح؟ المستمعين ما عندهم حتى شي مشكل. انا طيب انا اوجه لك الدعوه لمتابعه الحلقه. مرحبا اخويا. واؤكد بان البرنامج راه ديال كل شيء، لا فرق بين هذا ولا بين هذا، نحن نعتمد على الحياد الرأي والرأي الآخر بحال كنت بحالها هي، نفس المدة نفس الطريقة، ما احنا طرف، ما انت كتجينا ما هي كتجينا، ما عندنا مصالح معك ما عندنا مصالح معها، احنا عندنا مصالح ديال ان الحقيقة تكون واضحة عند الرأي العام، واعتقد انه يعني الحق ما كيهرب منه تا واحد. وقيل سي طوس الحق الا كان اقدر تخطى نهار يومين ثلاث ايام عام عامين حنا غادي يبان اخويا. صحيح صحيح صافي. و كما قال شي راه ربي الفوق راه غادي يشوف كل واحد. اشكرك سي طوس لاعب الرجاء البيضاوي حاليا والحسنيه سابقا على هذه الفرصه اللي وضحتي من خلالها الراي العام موقفك من اتهامك من طرف هذه الطالبه الجامعيه بانك انت اللي اغتصبتها. انت تنفي بشكل قاطع هذه الوقائع وهذه المعطيات جمله وتفصيلا. شكرا لك. مرحبا اخويا. شكرا. كان هذا اللقاء الذي أجراه برنامج بصراحة مع اللاعب الذي تتهمه يعني المعنية بالأمر بالاغتصاب ديالها، وضح وبين وعبر على الرغبة دياله أنه يتواجه هو وياها. ترقبوا حلقة تجمع الطرفين في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. راديو بلس بلس كن راديو.